السلام عليكم. دائما يا أصدقاء ما يأتيني سؤال ويتكرر الكثير من المرات، سواء في تعليقات على الفيديوهات المتواجدة في قناتي على اليوتيوب أو في صفحتي على الفيسبوك أو في حسابي على الانستغرام. هذا السؤال يقول: يا أخي من فضلك أعاني من مشكل انقطاع إشارة الأقمار. لذلك يا أصدقاء يعني أردت أن أضع هذا الفيديو من أجل توضيح يعني الأسباب المؤدية لهذا المشكل وكذلك حله بطبيعة الحال. وأيضا أعددت لكم هذا الموضوع الرائع والملخص بشكل جيد والذي يحتوي على يعني جميع المسببات لهذا المشكل وكذلك حل هذا المشكل بطبيعة الحال. المهم، ستجدون رابط الموضوع في مربع الوصف أسفل هذا الفيديو يا أصدقاء، قوموا بقراءته من أجل معرفة السبب الذي تعانون منه والتوصل إلى حل هذا المشكل. أما الآن يا أصدقاء، سنتعرف أو سنقدم مجموعة من النصائح للمستخدمين من أجل تجنب الوقوع في هذا المشكل، وكذلك سنوضح هذه الأسباب من أجل تسهيل عملية كشف المشكل وإصلاحه. إذن فمعنا النقطة الأولى وهي التأكد. هذه النقاط يا أصدقاء يجب الانتباه إليها جيدا، تنتبهوا جيدا في هذا الدرس يا أصدقاء. معنا النقطة الأولى وهي التأكد من تركيب طبق الساتلايت أو ما يسمى بالصحن الهوائي في مكان خالي تماما من العوائق الطبيعية، وهذه العوائق الطبيعية مثل الجدران والأشجار وغيرها من العوائق. ويفضل أن تكون المسافة بين الطبق أو الصحن الهوائي وبين العائق ألا تقل عن 10 أمتار، فهذا أمر مهم جدا يا أصدقاء. يعني إذا كنت تمتلك صحن هوائي وأمامك مباشرة أمام الصحن الهوائي يوجد أشجار أو جدران أو شيء آخر، فهذا يعد مشكل وسيتسبب في فقدان الإشارة. يوجد حلان يا صديقي لهذا السبب أو لهذا المشكل: إما أن تقوم بإبعاد الصحن الهوائي من ذاك المكان بشكل نهائي، أو تقوم بترك مسافة بين الصحن الهوائي والعائق. على سبيل المثال، إذا كانت المسافة بين الصحن الهوائي والجدار في منزلك أقل من 10 أمتار، فهذا يعد مشكل وسيتسبب في فقدان الإشارة. على الأقل يا صديقي أن تكون المسافة 10 أمتار أو أكثر من 10، 11، 12، 20 متر، المهم أكثر من 10 أمتار، فهذا يعني تعد مسافة جيدة. فالنقطة الثانية يا صديقي وهي عدم تركيب أكثر من جهاز استقبال إلى وحدة خفض الشوشرة LMB أو بعبارة أخرى اللاقط، وهو ما يؤدي إلى سرعة إتلاف الوحدة. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك يعني لاقط يحتوي على مخرجين أو 4 مخارج أو 8 مخارج للLMB، فقمت كما قلنا بتركيب مجموعة كبيرة من أجهزة الاستقبال إلى نفس اللاقط الذي يحتوي على هذه المخارج بطبيعة الحال، فهنا سيؤدي مشكل، وخصوصا إن كان اللاقط ذو نوعية سيئة أو مقلد، يعني سيتلف اللاقط بسرعة كبيرة جدا. فلتفادي هذا المشكل يجب أن تقوم بتركيب يعني جهاز استقبال واحد إلى لاقط واحد، أو إذا أردت أن تقوم بتركيب مجموعة من أجهزة الاستقبال إلى نفس اللاقط الذي يحتوي على عدة مخارج، هنا أنصحك يا صديقي باستعمال لاقط ذو نوعية جيدة، فهذا هو الحل لهذا النوع من المشاكل. بالنسبة للنقطة الثالثة وهي عدم العبث بإعدادات الصحن الهوائي الموجودة في جهاز الاستقبال. على سبيل المثال، قيام البعض بتغيير أمر LMB Power من الوضع On إلى الوضع Off، هذا التغيير سيؤدي إلى توقف الوحدة عن العمل. صراحة يوجد العديد من الأصدقاء يقومون بتوقيف وحدة LMB Power بدون شعور، يعني بدون تذكر أنهم يعني قاموا بتوقيفها، وفي الأخير يشكون بأنهم يعانون من انقطاع الإشارة. فلذلك يا صديقي يجب عليك أن تذهب إلى إعداد جهاز الاستقبال الخاص بك والدخول إلى إعداد LMB Power والتأكد من أنه على وضع On، يعني وضع الاشتغال وليس وضع Off وهو وضع التوقف، فهذا أمر مهم جدا. فعندما يكون هذا الوضع على وضع التوقف، فهنا يمنع مرور التيار الكهربائي من وحدة LMB إلى جهاز الاستقبال، وبهذا لن تكون الإشارة موجودة، فهذا أمر
يعني بديهي. فهذه بالنسبة للنقطة الثالثة. بالنسبة لي أصدقاء للنقطة الرابعة، في حالة استخدام الدايزك أو ما يسمى بالمحرك، يفضل تسجيل الدايزك الخاص بك، أي أرقام يعني كل قمر على حدة، في ورقة، والاحتفاظ بها للرجوع إليها في حالة إعادة برمجة الريسيفر من جديد، أو يعني إدراجه في وضع المصنع. لأن عدم تعريف الدايزك أو المحرك الخاص بكل قمر صناعي على حدة سيؤدي إلى عدم استقبال إشارته، فهذا أمر بديهي أصدقاء. لنفترض أنك يعني تتوفر على دايزك أو محرك، وفجأة يعني قمت بتحديث الجهاز لاستقبال الخاص بك، أو قمت بإرجاعه إلى وضع المصنع. في هذه الحالة عندما ستقوم بإعادة تشغيل الجهاز، فبطبيعة الحال لن يتعرف المحرك على يعني على الأقمار بشكل أوتوماتيكي، فهذا لا يمكن. من الضروري أن تقوم بإعداده، ولتفادي هذا المشكل يجب عليك أن تقوم بتسجيل يعني أرقام كل قمر على حدة في ورقة، لأنه عندما ستعيد برمجة جهاز الاستقبال الخاص بك ستقوم بإدخال تلك الأرقام من جديد، وبهذا سيتعرف المحرك تلقائيا على الإشارة. فإن لم تقم بهذا فلن يستطيع المحرك التعرف على إشارة كل قمر، فهذا أمر يعني يجب الحذر منه يا أصدقاء بالنسبة للإخوة الذين يمتلكون المحركات. وهنا النقطة الأخرى يا أصدقاء، وهي الحرص على الحفاظ. يجب الحفاظ على كيبل الإشارة أو سلك الإشارة الذي يربط بين جهاز الاستقبال والصحن الهوائي، ويجب إبعاد السلك قدر الإمكان على الأطفال لكي لا يتم العبث به، ويؤدي بذلك إلى فك وصلة الـ RF Connector والتي ستؤدي إلى فقدان الإشارة. هذه نقطة أيضا مهمة يا أصدقاء، يجب إبعاد السلك الذي يربط بين جهاز الاستقبال والصحن الهوائي قدر الإمكان عن الأطفال، لأن الأطفال يقومون بطي يعني السلك، قد يؤدي بذلك إلى تكسير السلك من الداخل، أو قد يؤدي إلى فك وصلة الـ RF Connector، فهذا أيضا يعد من الأسباب التي تؤدي إلى هذا المشكل. كما شاهدتم يا أصدقاء، كان هذا توضيح للأسباب المؤدية إلى فقدان إشارة الأقمار الصناعية. والآن سننتقل إلى خطوة أخرى، وهي خطوة مهمة جدا أو نقطة مهمة جدا، وهي يعني القيام ببعض الخطوات من أجل يعني تحديد سبب فقدان الإشارة. يعني هذه الأسباب التي قمنا بذكرها سابقا سنتطرق إليها أو سنتعرف عليها من خلال يعني بعض الخطوات التي يجب علينا القيام بها. إذن معنا الخطوة الأولى، وهي إذا كان الطقس سيئا وهناك أمطار ورياح، فإن ظهور انقطاع الإشارة أو ظهور الصورة والصوت بشكل متكسر يعد من الأمور الطبيعية في هذا الجو. يعني أمر طبيعي أن تكون هنالك يعني أمطار ورياح وغيرها من الأشياء التي تؤدي إلى انقطاع الإشارة. ولكن يعني ماذا يجب علينا أن نفعل؟ سننتظر، يجب علينا الانتظار إلى حين استقرار هذا الوضع، وبالتأكيد سوف ترجع يعني تعود الإشارة إلى حالتها السابقة. لكن إذا استمرت المشكلة في الظروف العادية، يعني ذهبت هذه الأجواء وفي الظروف العادية يعني استمرت معنا المشكلة، في هذه الحالة يجب علينا الانتقال إلى الخطوة التالية. والخطوة التالية أصدقاء هي الدخول إلى قائمة جهاز الاستقبال واختيار أمر قياس قوة وجودة الإشارة. فإذا كانت الإشارة قوية وموجودة فهذا يعني أن المشكلة بعيدة عن وحدة خفض شوشرة الـ LMB أو ما يسمى بلاقط الإشارة. وإذا لم تكن هناك إشارة نقوم أيضا بالخطوة التالية. والخطوة التالية أصدقاء هي الدخول إلى قائمة إعدادات الصحن الهوائي والتأكد من أن أمر LMB Power على الوضع On وليس Off، فهذا أمر أيضا مهم جدا يا أصدقاء. فإذا كانت الأمور يعني جيدة إلى حد الآن ننتقل إلى هذه الخطوة، وهي فحص وصلة الـ RF Connector التي تربط يعني كيبل الإشارة بجهاز الاستقبال والتأكد أنها مربوطة جيدا. وفي حالة استمرار المشكلة لابد من فك الوصلة والتأكد من اتصال كيبل الإشارة أو سلك الإشارة بالوصلة يعني بالشكل الصحيح، عن طريق الحرص
على عدم وجود تماس بين السلكين يا أصدقاء، وأيضا هذا أمر مهم جدا. أيضا يوجد خطوة أخرى وهي فحص الكيبل، يعني كيبل الإشارة الذي يربط بين الريسيفر والطبق، والتأكد من عدم وجود أي تقطع أو تلف في الكيبل، خاصة إذا كان يمر من خلال الشبابيك. وفي حالة وجود أي تلف أو أي تقطع لابد من استبدال الكيبل على الفور أو القيام بإصلاح الكيبل من جديد. أيضا يا أصدقاء هذه نقطة مهمة جدا، الحرص دائما عن عدم وجود أي تلف في الكيبل، فإذا وجد أي تقطع بسيط أو تلف في الكيبل في هذه الحالة يجب إصلاح الكيبل أو يجب يعني تغييره بشكل كامل. وهنا أشير إلى نقطة بسيطة دائما ما أشير إليها في الفيديوهات، وهي من الضروري يعني استعمال كيبل ذو نوعية جيدة. ابتعدوا يا أصدقاء عن الكيبلات التي جودتها سيئة، فهي لا تدوم يعني بشكل طويل، وأيضا لا توصل يعني الإشارة بشكل جيد إلى جهاز الاستقبال. وأيضا في حالة استمرار مشكلة عدم وجود الإشارة لابد من التوجه إلى مكان الصحن، يعني مكان صحن الهوائي، والتأكد من وجود وحدة خفض شوشرة LMB أو ما يسمى بلاقط الإشارة وفحصها بشكل جيد وبحرص للتأكد من اتصال الكيبل بالإشارة يعني بشكل صحيح. يعني هذا ضروري جدا يا أصدقاء، يجب التأكد دائما من وصلة الـ RF كونكتور والكيبل أنها متصلة باللاقط بشكل جيد. أيضا من الأمور المهمة وهي التأكد من توجيه الصحن الهوائي إلى الموقع الصحيح للقمر الصناعي المطلوب من أجل استقباله، فهذا أمر بديهي يا أصدقاء، إذ لم يكن الصحن الهوائي الخاص بك متجه نحو القمر المطلوب فبطبيعة الحال لن تتحصل على الإشارة. في الأخير يا أصدقاء نأتي ونقول، إذ كانت جميع هذه المسببات التي قمنا بذكرها سابقا فهي مضبوطة بشكل جيد، سيكون بطبيعات المشكل إما من وحدة خفض الشوشرة يعني اللاقط، في هذه الحالة يجب استبدال اللاقط يعني بشكل كامل، أو قد يكون المشكل من الريسيفر، يوجد داخل الريسيفر مركب مسؤول عن استقبال الإشارة قد يكون به خلل، في هذه الحالة يجب علينا أن نستبدل الريسيفر بأكمله يا أصدقاء. غير هذا لا يوجد مشكل آخر، فجميع المشاكل أو جميع المسببات التي تؤدي إلى فقدان الإشارة فهي موضحة بشكل جيد في هذا الدرس، وكذلك موضحة بشكل ملخص في الموضوع الذي سوف تجدونه في مربع الوصف أسفل هذا الفيديو. فكما شاهدتم يا أصدقاء كان هذا درس هذه الحلقة، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، فإن كان كذلك لا تبخلوا علينا بمشاركته مع أصدقائكم ليستفيد الجميع، وكذلك لا تنسوا عمل لايك لهذا الفيديو والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس من أجل التوصل بكل جديد، ولا تنسوا أيضا أن تتابعونا في صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام، وزوروا موقعنا الإلكتروني www.ilmalkul.com للمزيد من الدروس والأخبار. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء وإلى درس قادم إن شاء الله.